أحيانا يتأخر المقدم علينا في الرد بالشهور، وليس لي من سبيل للتواصل معه إلا الإنترنت والعياذ بالله. فهل فعلا ينقطع المدد؟ أبدا، استمد من الشيخ على طول، اعمل رابطة بينك وبين الشيخ وسيبك من المقدم. أدام المقدم مش شايف شغله سيبك منه، تجاوزه، ده مقهور من المقدم بتاعه، ده بيقول الله يعني نصرتنا مولانا، ده زعلان قوي من المقدم بتاعه.